ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بحي بورغون في الدار البيضاء شارك الدولي المغربي مهدي كارسيلا في أحد الدوريات الكروية الرمضانية والتي تنظم خلال الشهر الكريم، والتقطت صور لنجم ستاندارد ليج البلجيكي وهو يداعب الكرة خلال مباراة بالدرب الحمام ببورغون، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسط حضور جماهيري محترم، وإلى جانبه كل من ياسين الصالحي نجم الرجاء السابق والمهاجم حمزة بورزوق لاعب المغرب الرياضي الفاسي. واعتبرت هذه المبادرة بحسب من تابعوها مناسبة رائعة، خصوصا أنها تقرب النجوم المغاربة المحترفين من الجمهور المغربي العاشق لكرة القدم. للعلم فإن المهدي كارسيلا غاب عن التشكيلة الأولية للفرنسي فيرونار مدرب المنتخب الوطني، والذي سيخوض الاستعدادات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.